مرحبا واهلا وسهلا فيه سلام للجميع. اليوم بدنا نعمل لكم شغلتين مع بعض، نفتح هذا البوكس ونعمل لكم ريفيو لمونستر ايرفون. خلينا نفتح البوكس اول. عندنا هون كردون. Sounds like battery is working. ممكن M&M's. هدول بطاريات صغيرة ريتشارجبل، 8 بطاريات ريتشارجبل AAAA هدول بسموهم. شريناهم لأنه في شغلات كتير بنسويها بدها ريتشارجبل باتريز، فممكن نستخدمهم. يعني مش هنعمل لكم ريفيو عليهم لأنه هدول عادي يعني بطاريات. طيب خلينا نشوف الآن مونستر. زي ما انتم شايفين هدول سماعتين من شركة اسمها مونستر، شركة ممتازة جدا. واحد اسمه 101 وهذا 102، فمعناها مفروض هذا أجدد يعني. أوكي خلينا نفتح ال 101. طبعا احنا فاتحينها قبل هيك نشوف شو في جوا. هذا البوكس من جوا، طبعا هذه كتالوج الايرفون، وهذه هاي الايربودز. تعملها تويست، هاي الحلو فيها شايفين التويست هذا هون شوف يا هون الشحن شايفينه هذا، وهاي الايربودز نفسهم. بس اشي هو مو ممكن نوت بورتبل، انه شوي كبير يعني. اي هيك عم تشحن لانه طلعناها شوية كبيرة بس مش كتير والله. انا شايفها صح التست هون، هو عشانها كبيرة هيك حجمها. خلينا نشوف الثانية. يلا الثانية لسه ما فتحناها ما بنعرف. البوكس هذا كتير تايت. صراحة البوكس معمول بطريقة جميلة جدا يعني. طبعا بس سريعا ال 101 IPX5 يعني المية X5 و 25 ساعة البطارية وتاتش كنترول. هاي الشغلات المهمة اللي كاتبينه هون على البوكس، IPX يعني مضاد للمي، بس 30 ساعة هون 30 ساعة، ومش كاتبين انه في تاتش او ما تاتش. خلينا نشوف شو في بالبوكس. هون البوكس هيك تقريبا نفس الاشي البوكس تقريبا. كتالوج الكتالوج بس كتالوج الكتالوج هون في هون في أصلاً هون في كيبل ما في تيبس. هذا كيبل شو الكيبل برضو في تيبس تيبس جوا الكيس نفسه. USB-C ولا ايش؟ USB-C. وهذه ال 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 بوكس البوكس البوكس هيك جاي بطريقة تانية، بفتح شوف كيف بيفتح كلهم يعني كل حلو والله طريقة فتحه حلو. وهي هون اللي بتحط السماعات، خلينا نحطهم نشوف. ايوه ها طلع كيف حطهم بالمغناطيس هيك، شوفوا شفتوا؟
شفتوا لحالهم. وهون عم بشحن معناها هاي هي العلبة. شوفها. Cool I think. Oh anyway يعني. آه. تقدر تعملها هيك. طيب خلينا نعمل لهم بيرينج ونشوف مين أحسن. يلا. نعملهم على هذا. طيب هلا عشان تعمل لهم بيرينج لازم تضوي ال شو اسمه البلوتوث وبنطلعهم اثنين. هاي اول مرة بتعملها بيرينج بتطلعهم اثنين وبتعمل سيرتش. فمفروض هلا هم يكونوا برضو تاتش هذا. اوه لا هاي كبسة هون. هذا تاتش التب هون تاتش. هاي كبسة. هيا هيا هيك لقيناهم 102 pair okay connected. مش عم بوقعوا. خلينا نسمع ميوزك. سامع انت؟ الحلو فيها انه هيك بتسمع جوا. امسك جرب. وقفتها. Say something. وقفتها. يعني شوية يعني شوية noise cancellation. Noise cancellation. اوكي جرب هاي نفس الموسيقى هاي. خلينا نوقفها. هاي حطيتهم نطلعهم بس. هاي نعمل لها بيرينج. هاي اوتو بير. ايش بتقدر تعمله اذا هذا بهيك البوكس؟ اذا هيك البوكس هو اكتر. انا شايف هدول مور كلير. شوف شوف هدول كلير. هلا سعر هاي $90 وهاي $90 تقريبا نفس السعر. بس احنا شايفين انا عملت بوست كتير. اوكي انه هاي كلير وهاي انا شايفها هيك مور فيت. صح هيك مور فيت في الدان. واذا في يعني ما بعرف انا ما بعرف كيف اعمل هذا. بس اذا بتشوفوا هيك يعني هذا البوكس كبيرة. إذا ما في يعني كثير أشياء بس هيك ممكن تقدروا تعملوا هذا سبيكر واحدة. ممكن يعني بس ايديا. أوكي إن شاء الله تكونوا استمتعتوا. عشان تشوفوا الريفيوز القادمة شو تسووا؟ لايك كومنت وسبسكرايب. see you next time. نراكم. سلام للجميع. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.